أكفض فتاة فلسطينية تعمل كناشطة إنسانية في غزة وتسعى لتوجيه التبرعات التي يتم جمعها إلى عمل تكيات أكل خيرية في مخيمات للنازحين. تهدف هذه المبادرة إلى توفير الدعم والمساعدة للمحتاجين وتعكس روح العطاء والتضامن في مواجهة الصعوبات التي يواجهها الناس في ظل الظروف الصعبة في قطاع غزة. ملاك استطاعت جمع التبرعات عن طريق موقع GoFundMe وبالتعاون مع المنظمة الدولية لحماية اللاجئين. ملاك وفريقها استطاعا الاستمرار في تقديم الغذاء العاجل واليومي والدعم النفسي كذلك والأنشطة الترفيهية للأطفال والنساء والنازحين في المخيمات طوال فترة الأزمة. لنشاهد جزءا من هذا المقطع. السلام عليكم، اليوم راح نتم تغذية 1000 أسرة نازحة في الخيام من أكياس اللحم. رمضان إن شاء الله رح نجهز أكياس من اللحمة ونوزعهم على الصائمين. كل عام وإنتم بألف خير. وهيك بنكون بكتنا 350 كيلو لحمة ورح نوزعهم زي ما انتم شايفين على المخيم. هذا لكم إن شاء الله. الله يحمي. تفضل. عفوا. تفضلي حالتك. رمضان كريم. الله أكرمك. رمضان كريم. السلام عليكم. حالته رمضان كريم. حبيبتي الله يخليك. تفضلي. رمضان كريم. الله أكرم من الجميع، يكرم علينا وعليكم بالخير يا رب. يا رب. كل عام وأنت بخير يا عمو. بخير. الله يخليك. تفضلي حالتك. رمضان كريم. هذا إلى. رمضان كريم. رمضان كريم. ما بتتخيلوا فرحة الناس. يا الله هذا أحلى إشي بالدنيا. وحياة الله أحلى إشي بالدنيا إنك تشوف.